السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم النهاردة؟ عاملين ايه النهاردة؟ معاكم المهندس اسماعيل احمد من شركة اي تكنولوجيا لخدمات الكمبيوتر والانترنت. النهاردة معانا ماك بوك برو 2012. المشكلة بتاعته ان العميل بيشتكي من الجهاز بطيء جدا والجهاز بيهنج معاه. فدلوقتي احنا هنعمل له ابديت للهارد بتاعه. اتضح ان الهارد بتاعه اتش دي دي، فاحنا جبنا له هارد اس اس دي هنركبه له دلوقتي وهنشغله عليه. فحواريكم ازاي نفك الجهاز وهنشتغل في الجهاز. فقبل ما نبتدي نفك الجهاز، ما تنسوش تعملوا لنا لايك جميل بتاعكم والسبسكرايب، وتابعونا برضو وشوفوا برضو كل الجديد. وكمان هنعمل كمان بعد ما نعمل له نعمل الابجريد بتاعه، هنسطب له اي او اس كاتالينا زي اللي نازل عليه، وهنسطب له اوفيس 2019، وهنظبط الجهاز للعميل برضو. فتابعوني برضو وخليكم معايا. دلوقتي هنفك الجهاز مع بعض. اول حاجة نعملها نعمل شوت داون للجهاز. هنطفي الجهاز وهنشيل كمان الكارت، نشيل كابل الباور بتاعه. فخليكم معايا. دلوقتي هنقفل الجهاز مع بعض وهنفك الجهاز. هنفك الجهاز دلوقتي مع بعض. دلوقتي انا حضرت المفك. دلوقتي هفك الجهاز قدامكم. خلي بالكوا برضو من المسامير بتاعته، ان مش كل المسامير بتركب مكانها. برضو يعني ده مسمار صغير وده مسمار كبير. فهو الجهاز ده مفكوك قبل كده ومتغير شكله في حاجة، فاحنا هنعرف دلوقتي لو الجهاز مفكوك ولا حاجة ان المسامير بتاعته مكانها متغير. دلوقتي انا فكيت كل المسامير بتاعت الجهاز مع بعض. نرفعه دلوقتي كده. انا رفعت ال فكيت الجهاز اهوت قدامك اهوت. خلاص فكيته. ده الهارد بتاعه اللي ركب فيه. ركب له هارد كينج ستون، هارد ارض انوال هاردات. وده مكان الام 2، ده مكان الام 2. وده الرامات بتاعته اهيت. وده الدي في دي بتاعه. فاحنا قبل ما نشتغل في الجهاز لازم نفك البطارية بتاعته، علشان البطارية بتوصل كهربا. تمام. ده سكة البطارية اهوت. فكيته. فكيت البطارية كلها. فكيت سكة البطارية اهوت وفكيت البطارية كلها. طلعها من مكانها. ادي بطارية الابل. دي بطارية الابل. ادي فكيتها اهي. وادي الرامات اهي. هنفك الرامات. دي رامة 2 جيجا. دي رامة 2 جيجا. ودي رامة 4 8 جيجا. دي رامة 8 جيجا بتاعت بي سي. هو مغير الرامة دي، مركب الرامة دي. تمام. وده
الهارد ديسك بتاعه مركب له كينج ستون وغيره كينج ستون، ارضى انواع الهاردات. هنفك الهارد دلوقتي. هو ده الحد، شكله مش فاهم في الجهاز، فركب له هارد رديء جدا السامسونج الكينج ستون قصدي. المفروض انا فكيت الهارد، خلاص فكيته. فك الفلاتة بتاعته اهي، ده الهارد ديسك اهو الكينج ستون 128 اكيد يعني هارد ديسك اللي هو مركبه له. هنفك المسامير دي مع بعض دلوقتي. ركب المسامير في الهارد الجديد. خلوا بالكم برضو ما حدش يجيب كينج ستون اس اس دي، الاس اس دي في كينج ستون وحش، الار بي اي بتاعه وحش، والسرعه بتاعته مش اللي هي يعني، عشان بس انا حبيت اعرفكم برضو علشان بيبقى في مشاكل كتير. يعني ابعدوا بعيد عن الاس اس دي الكينج ستون. فلاشات كينج ستون حلوه بس الاس اس دي بتاعها مش حلو. فنصيحه مني لكم، إيه اما عايزين تجيبوا هاردات اس اس دي هاتوا سامسونج او هاتوا استيراد. الاستيراد افضل من الكينج ستون، وعلى فكره الاستيراد الشباب بتاعته احسن، علشان الاستيراد بيبقى عباره عن ايه، بيبقى رايح للشركات اللي بره. الشركات اللي بره مش معدل استهلاك كتير ليه، ان يعني الشركات اللي بره كل يوم والتاني بتغير اجهزه، بتغير حاجات كتير. هتلاقي الهارد اللابات الاستيراد هتلاقيها افضل من اللاب المصري، عشان هو معمول يعني لجهات شغلها يعني راقي، وكمان بتبقى الحاجات الاستيراد بتروح لل اسمه ده للفئات العليا، عشان بتبقى درجات، درجة أولى ودرجة تانية ودرجة تالتة، احنا بيجيلنا أردأ درجات. فاحنا بيجيلنا أردأ الدرجات، فالواحد بيحاول يعني يظبط العميل بتاعه، عشان بحيث انا يعني العميل لما يشوف شغلي يبقى مبسوط بشغلي ومبسوط بأي شغل أي حد فينا عامة. يعني اهم حاجه يعني الواحد يشوف الصح، مش كل حاجه فلوس. في ناس بتحسبها فلوس، ده انا اجيب ارخص حاجه علشان اسمه ايه ده، عشان اكسب كتير. لا بالعكس، انت تكسب ثقه عميلك. يعني لما تقول له الهارد مثلا بسيم مثلا الهارد في قدامك فيه 500 في 700 في حاجات بالافات في حاجات ب 1800 جنيه، فدي بتفرق مع العميل برضو. ما تزعلش مني، وانت العميل بتاعك لما تجيب له حاجة كويسة فهو بيبقى مبسوط لما تجيب له حاجة كويسة. فلازم تظبط العميل بتاعك. دلوقتي احنا هنركب الهارد مع بعض. الهارد اهو هنركبه في الفلاتة بتاعته، الفلاتة اهي هنظبطها ونركبها برضو. ركبت انا دلوقتي الفلاتة في الهارد، خلاص ركبت اهي. هرجع الهارد تاني زي ما كان. في اماكن بيخش فيها اهي، بنزات اهي بيخش فيها وكده اهو كده دخل الهارد كده ركب مكانه. تمام، بركب القطع اهي تاني وارجع الهارد تاني زي ما كان. ركبت انا خلاص الهارد اهو،
ورتبت برضو المسمارين دول برضو اللي انا فكيتهم. كده ركبت انا الهارد خلاص، ثبته تاني زي ما كان. هننضف الرامات دلوقتي بالفرشة. تمام اوكي، ودي السماعة اهي، ودي الكابلات كلها. تمام اوكي مفيش مشكلة. هركب دلوقتي الرامات زي ما كانت. ادي اول رامة اهي، ادي رامة ركبت، ودي الرامة التانية اهي. كده برضو الرامتين ركبوا معانا اهمت. هركب البطارية اهي تاني مكانها، وهربط المسمار برضو اللي انا فكيته دوت، عشان ده اللي بيمسك البطارية. ربطته خلاص. وهركب الجاك بتاع البطارية دوت اللي انا فكيته برضو، هركبه كده. انا ركبته خلاص، كده اللاب اتقفل خلاص قدامكم. عايزين نجرب اللابتوب برضو قبل ما نقفله، شوف هيشتغل ولا لأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هو معلوش ويندوز خالص، ولا اي قصدي اي او اس خالص. تمام هنزله اي او اس. هتقولي هنزله ازاي اي او اس؟ عن طريق الفلاشة دلوقتي. هنزله اي او اس بعد ما نقفل الجهاز مع بعض. هقفل الظهر بتاع الجهاز برضو. ادي المسامير اهي قدامنا اهي. كده انا قفلت اللابتوب خلاص، شغله مع بعض. كده هو مش هيفتح معانا عشان احنا غيرنا الهارد زي ما انتوا عارفين. هيبقى يحتاج هيحتاج ماك او اس، هيحتاج ماك او اس. فانتظروني الفيديو الجاي هوريكم ازاي نسطب نفرمت الهارد، وازاي نسطب ماك او اس جديد عليه، وهنظبط الدنيا مع بعض. متنسناش بقى في اللايك الجميل والسبسكرايب بتاعكم، ودعمونا برضو في شير الفيديو. لو في اي حاجة سيبولنا تعليقاتكم، وانا تحت امركم في اي وقت. يعني شوفوا بقول لك، مفيش جهاز على مفيش ماك او اس على الجهاز عشان يشتغل. فمتنساش برضو في اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب، ولو في حاجة كلموني وانا تحت امركم في اي وقت. السلام عليكم.